ينمو قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية بخطة سريعة الإيقاع مدفوعا بتطور تقني لا يهدأ وبنية تحتية باتت مؤهلة في العديد من دول المنطقة. نمو رقمي تقود دفته في المنطقة العربية دولة الإمارات التي كانت السباقة من بين الدول العربية في تبني مفهوم المستقبل الذكي بكافة أبعاده لتتوج جهودها بمشروع الحكومة الذكية الطموح. نبدأ من الإمارات وتحديدا من دبي وجهود مدينة دبي للإنترنت الهادفة إلى إيجاد بيئة ريادية مهيئة لتطوير الخدمات الإلكترونية، إذ أقامت مدينة دبي للإنترنت مؤخرا الدورة الثالثة من مسابقة ديكو دبي التي كنا قد غطيناها في دورات عديدة سابقة، لكنها ركزت في هذه الدورة على تطوير التطبيقات المصرفية المبتكرة، فاستقبلت 22 فكرة جديدة من بين التطبيقات نظام AI Banking الذي يهدف إلى تطوير الخدمات البنكية عبر استخدام الأوامر الصوتية. هو سيستم يقدر تقدر تعمل له انتجريشن، تقدر انتجريشن مع موبايل ابلكيشن بتاع البنك او اونلاين بانكينج او انتراكتيف سكرينز. سو اتس سيستم ات كان بيلد، هيقدر يساعد البنك اكتر ان هو يحصل على معلومات مش موجوده دلوقتي. يعني لو في عميل طلب ان هو يطلب سيرفيس معينه مش موجوده في البنك، البنك هيقدر يعرف العميل ايه السيرفيس اللي هو عاوزها اللي هي مش هيقدر يقدمها له، عشان بعد كده يقدر يوفر له الخدمه دي بطريقه اسهل واسرع. يحصل مثال واحد ان هيقدر يخش على اونلاين بانكينج يعمل لوجن، كان موبايل ابلكيشن يقدر يعمل لوجن، يقدر يكبس على البتن ده، يقدر هيقول له يعني هيقدر يقول I want a credit card، I want a credit card for travel، I want transfer money to Ahmed. I want to pay my next bill. So he can pay next bill in one voice. No need to go add his choose his account and more steps. So هيقدر يوفر كل العمليات دي. السيستم ده هيقدر يساعد البنوك ان هو يوفر يديله معلومات مهمة عن اليوزر ونصائح اليوزر محتاج ايه. يعني مثلا انت دلوقتي راجل كل يوم بتصرف تستخدم يور كريدت كارد ان شوبينج، بس السيلز مان وين هي كول يو اباوت سيلينج كريدت كارد للسينما، بس انت مش انترستد للسينما، انترستد لمور بوينتس. ماي ابلكيشن هيز ارتفيشال انتليجنس، هي يقدر يفهم اليوزر عايز ايه، يقدر يديله برودكتس محدده للي هو عايزه بالظبط. من الطبيعي أن تجد هذه التطبيقات أرضها الخصبة في الإمارات، إذ رجحت دراسة نشرتها مؤسسة أي تي كيرني الشرق الأوسط أن تتضاعف الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في دولة الإمارات 3 مرات بنهاية السنوات الخمس المقبلة، وأن يرتفع عدد المستخدمين الفعليين لهذه الخدمات إلى نحو 25% من إجمالي عملاء المصارف مقارنة بنحو 18% حاليا، وأن يتزايد الإقبال على استخدام هذه الخدمات بين العملاء الجدد من 5% في 2013 إلى 18% عام 2018. وتمتلك المصارف الإماراتية خصوصاً والخليجية بشكل عام بحسب الدراسة فرصة ذهبية في هذه المرحلة لطرح خدماتها عبر الإنترنت، وتتمثل أبرز العوامل الداعمة بالنمو والتنوع الاقتصادي وارتفاع عدد السكان مع زيادة شريحة الفئة الشابة في المجتمع إلى جانب اتساع نطاق الطبقة المتوسطة. قام محمد بتطوير تطبيق آخر لتجميع كافة العمليات المصرفية التي تحتاج للقيام بها يومياً في مكان واحد، فأغلب المقيمين في المدن الحديثة يملكون عدة حسابات بنكية، وبالتالي لابد لهم من ملاحقة كافة الأمور المتعلقة بالعمليات البنكية في كل بنك على حدة، فكان الحل بتقديم تطبيق يقوم بتجميع جميع العمليات في مكان واحد. المشكلة أنا جاي حلها إن المستخدم النهائي بيبقى عنده أكتر من حساب في البنك، بيبقى عنده أكتر من وسيلة دفع إلكترونية، بيبقى عنده أكتر من كريدت كارد مثلا. كتير من المستخدمين حاليا عندهم ديون، عنده لايبيليتيز زي ما بنسميها في البنوك، بيبقى عنده قسط شقة، قسط عربية، قسط تعليم، ممكن حد يبقى عنده انشورنس تأمين بيدفعه بطريقة معينة، عنده مصاريف كتيرة زائد حساباته الكتيرة. الحل اللي احنا مقدمينه المره دي ان احنا ازاي نحط كل الوسائل المختلفه دي، كل الحاجات الفاينانشال تكنولوجيز الموجوده عنده دي
في تطبيق واحد، في برنامج واحد، وان اب، هيعرف في اي وقت في اي لحظه على الموبايل بتاعه كل حساباته، كل الارقام اللي موجوده عنده، وكل الحاجات اللي محتاج يدفعها بالتذكره او بالريمايندرز بتاعته. حاليا في الفيرجن الاولاني او المنتج الاولاني هنعمل حاجه طريقه ذكيه شويه، ان احنا هنعملها مانوال بطريقه يدويه. البنوك عندها الستيتمنت، الفاينانشال ستيتمنت دي بابليك، اي حد ممكن يوصل لها، بس هو المستخدم اللي عنده الفاينانشال ستيتمنت. احنا ناخد الفاينانشال ستيتمنت دي وهنعملها ابلود او هنوصلها للبرنامج، والبرنامج او المنصه هتاخد المعلومات دي وتحطها في التطبيق على اكتر من بنك اكاونت، اكتر من فاينانشال ستيتمنت احنا هنجمعها له ونحطها في التطبيق. It's an app purchase. هي فكرة الفريميوم موديل، ان احنا هننزلها بلاش. ممكن اول بنك، اول حساب في البنك هنعمله بلاش، ما فيهوش مشكلة. تاني او تالت او رابع محتاج يدفع فيه معين او فيه صغير عشان بس يبتدي يضيف الحسابات التانية. وينضم إلينا الآن من دبي نور الدين الملكي، الخبير في القطاع البنكي، ومعه الحديث أكثر عن قطاع الخدمات البنكية الإلكترونية واتجاهاته المستقبلية. سيد نور الدين، أهلا وسهلا بك. بداية، أين هي المنطقة العربية حاليا من خدمات الصرف الإلكترونية الذكية؟ أهلا وسهلا، تحية للسيد المشاهدين. بالنسبة للواقع العربي على المستوى المعاملات الإلكترونية، لم يتطور بالشكل المطلوب، تقريبا في حدود لا يتجاوز 25%. الدول العربية ممكن تصنيفها إلى ثلاثة يعني محاور. الإمارات تتصدر المجموعة، وهذا ليس مجاملة. على المستوى التقني في تطور كبير على المستوى البنية التحتية وما يليه. المنطقة الخليجية تكون في المرتبة الثانية، وبقية الدول العربية في المرتبة الثالثة. بالنسبة لو نحكي أكثر على الإمارات، هناك بنية تحتية متكاملة، لأنه لكي تنجح المعاملات الإلكترونية أو التعامل الإلكتروني يجب أن يكون عندك شبكة اتصالات متكاملة، لازم يكون عندك الإنترنت يوصل لأي مكان. فهذا تقريبا متوفر والحمد لله في الإمارات بدون أي إشكال. من الناحية الثانية على المستوى الأمان، لأنه المستهلك الحين عنده شك في المعاملات المصرفية عن طريق الموبايل أو الأونلاين، في نسبة كبيرة عندها شك أو خوف من السرية. نحن سنتحدث سيد نور الدين في هذا الموضوع في الجزء الثاني من الحلقة، ولكن دعني أستفيد من الوقت وأسألك، يعني بالنسبة التي ذكرتها 25%، نحن ما زلنا بعيدين عن تقدم الحاصل في الدول العالمية. ما هي الخدمات المتوفرة في الخارج في هذا القطاع وما زالت تنقصنا هنا في المنطقة العربية؟ شوف، تقريبا المعاملات المتوفرة في الخارج تقريبا متواجدة تقريبا كلها في الإمارات، لكن بقية الدول الخليج أو بقية الدول العربية تكاد تكون يعني 10%. يعني في بعض الدول العربية مثلا لا يمكن تسديد فواتير عن طريق الإنترنت أو الموبايل، أو يحدد لك السحب يعني أسبوعي مش يومي بمبلغ بسيط. يعني هذا يعتبر ما زلنا متأخرين جدا. التحدي الجديد كمان في المعاملات الإلكترونية المستوى القانوني، يعني كيفية تصديق العقود الإلكترونية أو كيفية إثبات قانونية المعاملات الإلكترونية. في عمل كبير يتطلب يعني الدول العربية بصفة عامة على هذا المستوى. النقطة الثالثة يعني تعميم المعاملات الإلكترونية تقريبا على المستوى الحياتي أو على المستوى اليومي. الحين ممكن نشوف انها تقريبا تغطي جميع المعاملات، لكن في بعض المواقع لسه يعني معناتها لا تقبل التعامل الالكتروني او تتطلب معناتها انه يكون تتحول مباشره للقيام بالعمليه، وهذا ياثر تقريبا على لانه من حيث يعني الاستفاده من الوقت والجهد، فيجب تطوير منظومه كامله. ويا حبذا على المستوى العربي يكون فيه تكامل على مستوى صندوق النقد العربي. طيب، يكون فيه تكامل. هل الجهود المبذولة من قبل الدول سيد نور الدين هي كافية حتى الآن؟ لا، ليس بالمرة. على مستوى الإمارات الجهود ممتازة جدا، لكن على مستوى بقية الدول العربية حسب معرفتي وحسب تحاليلي لعدة يعني تقارير ليست معناتها على المستوى المطلوب، أو في بعض الدول العربية كما تكاد تكون منعدمة، ليس هناك أي جهود على هذا المستوى. طيب، ذكرت حضرتك دبي، ودعنا هنا نشير إلى تحول دبي إلى مدينة ذكية متكاملة. هذا التحول، ما هي الفرص التي يتيحها للمطورون العرب في مجال الصرف الإلكترونية بشكل خاص؟ سؤال مهم جدا.
طبعا هنا ممكن في علاقة جد يعني واضحة ما بين الحكومة الذكية وما بين المعاملات الإلكترونية. تركيز دبي على برنامج الحكومة الذكية من نفهم من يعني من وراه ما هي قيمة المعاملات الإلكترونية في المستقبل أو نتيجة التطور الإلكتروني، نتيجة الالتزامات يعني لأي شخص. من الصعب أنك تكون قادر أنك توفر وقت أو ساعة أو ساعتين للذهاب لقضاء أي عملية يعني بنكية أو الوقوف في الطابور، فأصبح من الضروري تكثيف الجهود، أصبح من الضروري الاستثمار في هذا المجال، أصبح من الضروري تعميم المعاملات الإلكترونية على جميع المستويات. وهنا ممكن الجهات الحكومية أو الجهات المسؤولة ممكن تتدخل في هذا المجال على أساس أنه تصبح المعاملات الإلكترونية يعني شريطة أو أساسا في كل معاملاتها، فهنا يصبح المستخدم يقبل على هذه المعاملات. توضيح أهمية يعني توضيح أهمية الأمان اللي هو يصبح الشغل الأساسي بالنسبة للمستخدم. تسهيل أو اندماج بعض المعاملات في نفس الموقع أو في نفس الويب سايت، هذا كمان يسهل على عديد الناس، لأنه الحين لو عندك تعامل مع 3 أو 4 بنوك مختلفة من الصعب أنك يعني تجمع ما بينهم. فالحل أنه تجميع البيانات تكون فيه يعني جهات أو مواقع مختصة لتجميع كل البيانات وكل المعاملات في مكان واحد. شكرا جزيلا لك نور الدين المالكي الخبير في القطاع البنكي، حدثنا مباشرة من دبي. شكرا. أفاق الاستثمار مستمر، وينضم إلي بعد الفاصل عمر سدودي الرئيس التنفيذي لبيفورت، ومعه الحديث أكثر حول واقع الصرف الإلكترونية في المنطقة العربية. حتى نعرف أكثر أين هي المنطقة العربية الآن من خدمات الصرف الإلكترونية، لابد من الوقوف على واقع التجارة الإلكترونية. فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العام 2014 7 مليارات دولار، وسط توقعات بارتفاع القيمة إلى 13 مليار و400 مليون دولار في 2020. أما لجهة الأسواق الأنشط في التجارة الإلكترونية فتتصدرها الإمارات بنشاط يتوقع أن يبلغ 4 مليارات و400 مليون دولار في 2020، تليها السعودية التي ينتظر أن تسجل التجارة الإلكترونية فيها ما قيمته 2 مليار و900 مليون دولار في العام نفسه أي 2020. بينما متوقع أن تصل حجم معاملات التجارة الإلكترونية عالميا إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية هذا العام، مدفوعة بنمو اقتصادات الأسواق الناشئة. ولكن نمو قطاع التجارة الإلكترونية دونه عقبات عديدة هنا في المنطقة حتى يحظى بنسب قبول أعلى عند العملاء، إذ لا تزال مسألة الثقة بتنفيذ الدفع عبر الإنترنت تشكل التحدي الأكبر. والآن ينضم إلي من دبي عمر سدودي، ومعه الحديث أكثر عن تطور الحاصل في مدن المنطقة العربية لجهة الصرف الإلكترونية. عمر أهلا وسهلا بك، استعرضنا معك منذ قليل بيانات التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، هل نسب النمو هذه كافية حتى تتطور التطبيقات أو يعني القطاع الخاص بالصرف الإلكترونية أو الرقمية؟ أكيد. زيك يا مايا، أول حاجة الوطن العربي بينمو بحوالي 45% عاما عن عام، مقارنة بالولايات المتحدة تنمو بحوالي 15%، أوروبا بتنمو بحوالي 20%، وآسيا بتنمو حوالي 30%. فإحنا بنتصدر العالم من ناحية النمو للمدفوعات الإلكترونية عاما عن عام لعدة أسباب. أول السبب هو زي ما حضرتك قلتي العرض، إن في شركات وتطبيقات يوم عن يوم العرض بيزيد، ومع العرض اللي بيزيد برضو من ناحية تانية الطلب بيزداد، لأن إحنا كشعب في الوطن العربي حوالي 50% من العرب أقل من 30 سنة، ولكن الأحجام وقيم التعاملات عمر ما زالت بعيدة عما نراه في الدول المتقدمة. أكيد طبعا، يعني بس لو حضرتك شايفة المعدل النمو سريع جدا، الشرق الأوسط برضو مقارنة ببقية العالم التطبيقات أو العمليات التجارية اللي بتتم على المحمول أعلى بكتير من بقية العالم، فدي سبب من الأسباب أن في شركات كثيرة من أوروبا وأمريكا ابتدت تعمل استثمارات في تطبيقات وشركات حول الوطن العربي، لأن شايفين في potential أو potential للاستثمار والنمو أعلى بكتير من بقية العالم. طيب هل البنية التحتية الموجودة في المنطقة العربية عمر كافية باتجاه تحول نحو الصرف بالمفهوم الذكي الذي نتحدث عنه؟
والله الأعوام اللي فاتت حصل تطور واضح. التطور ده بدأ من البنوك المركزية حول الشرق الأوسط، ليهم رؤية مستقبلية زي البنك المركزي بالإمارات والأردن ومصر والسعودية. في تطبيقات كتيرة أطلقت زي تطبيق كينات من حوالي أعوام 4-5 سنين بالكويت، حوالي 8 مليون معاملة بتحصل كل شهر، وانت حضرتك عارف في 3 مليون ريزيدنت في الكويت. برضو بنشوف تطبيقات زي سداد بالسعودية هتطلق، وكينت فوري بمصر في حوالي 1.2 مليون معاملة باليوم، يعني حوالي 40% من المستخدمين المصريين بيستخدموا. كل التطبيقات دي بتساعد المستخدم ان يشتري حاجة اونلاين ويدفع اوفلاين او يدفع بالحساب. في هذه النقطة يعني انت ذكرت عدة دول، التفاوت الحاصل بين دول المنطقة العربية، هناك دول متقدمة جدا، تحدثنا عن الامارات، دول تتقدم بنسب اقل في بقية الاسواق، هل هذا التفاوت يسمح بالحديث عن نظام ذكي شمولي في المنطقة العربية في قطاع الصرافة؟ شمولي يعني هو ممكن طبعا، بس صعب، لان احنا مش يعني كل دوله تخضع لقوانينها وكل دوله تخضع لقوانين البنك المركزي، فلازم البنوك المركزيه تتعاون مع بعض لادراج او لطرح سيستم شمولي يضمن كل البلدان. يعني حضرتك دلوقتي تقدري تحولي فلوس من حساب في البنك او محمول في الامارات للامارات. صعب من تقدري ان تعملي كروس بورد اللي هو من بلد لبلد. فعشان ده يحصل لازم يبقى في اتحاد اقتصادي بين الدول العربيه. ليضمن او يسهل عمليه الكروس بورد. ستبقى معنا وسننتقل الى موسى، وهو احد المطورين الذين قاموا بتطوير تطبيق جديد سماه بريدج لحل مشاكل من لا يملكون حسابات بنكية وتقديم حلول بهذا الخصوص. بريدج هي عبارة عن موبايل سمارت فون ابليكيشن اللي بتخليك تستعمل السمارت فون تبعك لتدفع. سو لو انا عندي ديبت او كريدت كارد مثلا، فيني اعبيها بالتليفون وبقدر استعملها ساعتها التليفون من خلال او عبر البلوتوث لتقدر تدفع لاي شيء بالعالم. يعني تنقول انا بالبيت وطلبت دليفري وبدي ادفع بس ما عندي كاش، بكون نزلت الابلكيشن البريدج وحطيت فيها الديبت او الكريدت كارد اللي اعطوني اياها البطاقه من البنك، بس احطها بالاب بيوصل لعندي الدرايفر وبيستعمل هو هاتف تبعه ليبعث لي المبلغ المطلوب، بيوصلني كنوتيفيكيشن بعد ثانية قديش المطلوب مني أنه أدفع، بطبع I tap pay وبيندفع. بريدج ما بتعمل processing للترانزاكشنز، نحن بنعمل partnerships أو نندمج مع شركات اللي بيعملوا processing للترانزاكشنز ومنخليهم basically ليعمل processing أو transactions via السمارت فون application اللي هي بريدج. لو رحنا على بلد مثلا مثل الفلبين اللي ما فيها كتير ناس عندهم بطاقات من البنك أو عندها bank accounts بس عندهم سمارت فونز، فينا مثلا نروح مع processor موجود ونخليهم يقدروا مثلا يروحوا على exchange houses أو western union يعطوهم مصاري ويشتروا مثل top up cards أو cards مثل تبعون التليكومينيكيشن companies ويقدروا يعبوا تليفونهم من خلال هدول الكارد وساعتها يقدروا يستعملوا تليفونهم كوالت. نتابع مع ضيفنا عمر سدودي من بيفورت الذي يحدثنا من دبي. عمر، هناك العديد من المبادرات الحكومية التي يتم طرحها لتشجيع عملية الدفع الإلكتروني، باختصار لو سمحت ما هي أبرز المبادرات التي يجري الحديث عنها؟ يعني حاليا لو حضرتك بصيتي دلوقتي في الامارات، وزاره الماليه بتحاول تكوميرشالايز او الاي درهم اللي هو ازاي يبقى الاي درهم موجود على المواقع التجاريه. سداد بالسعوديه اطلق من حوالي عده اشهر، ودلوقتي كل البنوك في السعوديه بتباشر تطبيق هذا النظام. كيو باي بقطر نفس الحكايه، تقدر تشتري بالفلوس الموجوده بالحسابك البنكي
الامريكي عبر الانترنت، كانت بالكويت، فوري بمصر، مدفوعاتكم بالاردن. سو احنا شايفين في الاعوام اللي فاتت ان الترند او الترند اللي بتحصل لان بقى في alternative payment method او طريقه دفع بديله للبطاقه الائتمانيه لعده اسباب. اول حاجه في اسباب كتيره، ممكن انا ما عنديش بطاقه ائتمانيه عشان مش عايز ادفع اي فوائد فور اكزامبل، سو بتسهل للمستخدم ان يدفع بالفلوس الموجوده بحسابه. شكرا جزيلا لك من دبي عمر سدودي من شركة بيفورت. والآن نختم هذه الحلقة مع ستارت اب نيوز. وصل عدد مشاهدات الفيديو في موقع بسمتي المتخصص بتقديم وصفات مصورة لتحضير الأطعمة من تهات مختصين باللغة العربية إلى 25 مليون مشاهدة منذ انطلاقته عام 2011. تعلن أويسس 500 قريبا عن شراكة جديدة مع European Space Agency و European Investment Bank وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لإطلاق Space Ventures Fund الأول من نوعه في المنطقة. انطلقت أعمال منصة foodiac.ae متخصصة في تقديم خدمات طباخين خاصين للمنازل في دبي بعد نجاحها في فنلندا، ويستطيع المستخدمون اليوم تأمين شيف إلى مناسباتهم الخاصة. تنطلق أعمال الأسبوع التقنية جايتكس الأحد في 18 من أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة العديد من المبتكرين الجدد وشركات التكنولوجيا الناشئة، وستواكبه سكاي نيوز عربية بتغطية خاصة. هذه كانت حلقة اليوم. لمشاهدة حلقات برنامجنا زوروا موقعنا skynewsarabia.com/afaq. إلى اللقاء.